طبعا الابداع يتغير، برافو. يعني العنوان رائع صراحه، زي ما ذكرنا خروج مدربين يخرجوا افضل لعيبه في الملعب بدون اي مبرر صراحه. في لقطه يعني سبحان الله، دموع الربيعي وهو مصاب ويبغى يلعب ويكمل، على طول جاني رحمه الله عليه الكابتن الكبير اخونا وحبيبنا الكابتن محمد الخليبي. كلنا نتذكر لما كان كتفه، تذكروا ذيك المباراه؟ ممكن عدة مباريات كمان كان كتفه تعبان ويدمع ويبغى يكمل. هذه النوعية من اللاعبين مطلوبة صراحة، اللي تبغى تلعب يعني في لعيبة ترى ظفره يوجع ويعتذر عن المباراة ولا يسوي مصاب من جد، يعني عملية فلوس وبس. لكن اللاعب اللي تحسه جيعان كورة، يبغى يلعب كورة، يبغى يخلص، يبغى يضحي، هذا اللاعب اللي تتمسك فيه وتحبه بالتأكيد. عشان كذا الجيل هذاك تحب بصورة غير طبيعية. إن شاء الله هذا الجيل في الخير إن شاء الله. فحقيقة عجبني رازفان، اعتراضاته صراحة صارت أوفر على الحكام، صارت يعني كل مباراة. الشيء المضحك جاكم في الكورة الأستاذ العزيز أبو بندر فهد المطوع، قال لنا تحدث عن التحكيم وعمل بيان بعدها بفترة. سعود كريري اتكلم على هدوء، انا جالس ولا شوفوا كريري كيف صار يعني التحكيم ينطق الحجر سبحان الله.